السلام عليكم شباب، معكم بسنجر أول جهدي. في هذا الفيديو راح أتكلم معكم عن هانزو، إن شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. طبعا هانزو أكثر شخصية تكلموا عن الناس في الكومنت يبوني أتكلم عنها في هذا الفيديو، فإن شاء الله ما أقصر معكم، إن شاء الله جبت لكم المعلومات اللي تحتاجونها وتستفيدوا مني بشكل كبير. فخلنا نبتدي معكم ونقول بسم الله. في هذا الفيديو راح أتكلم متى تستخدم هانزو ضد أي شخصيات وكيف تلعب ضد هانزو. بس يعني ما أتكلم عن سوبرات في هذا السلسلة، أنا مشي في القناة ما أتكلم عن سوبرات، ما أتكلم عن أسلوب الهجوم، ما أتكلم عن أسلوب الدفاع، بس أتكلم عن شخصيات. إن شاء الله في المستقبل لما نفهم اللعبة صح راح نأخذ الشخصية نحللها كامل بالتفصيل ونقطعها قطعة قطعة. فهذه الفترة بس أتكلم عن الشخصيات. فخلينا نبتدي معاكم متى تستخدم هانزو. في ثلاث شخصيات مرة ضعيفة ضد هانزو. الشخصية الأولى الضعيفة ضد هانزو راح تكون باسشن. باسشن مرة ضعيف ضد هانزو. هانزو يمديك يدمج باسشن، تفجر وجه تفجير وأنت مرتاح إن باسشن ما يتحرك، ودمج هانزو مرة عالي فراح تكسره تكسر. والشخصية الثانية اللي هانزو يكون مرة قوي فيها راح تكون ضد توربيورن. توربيورن بعد مرة ضعيف ضد هانزو، خاصة التورت. يعني توربيورن إذا راح التورت اللي حقه راحت أكثر من نص طاقته. هذه توربيورن اللي لاحظت، يعني صح إن الدمج اللي حقه عالي بس مهمته في التورت اللي حقه، إذا راح التورت تروح نص قوته. والشخصية الأخيرة اللي راح تكون معانا زنياتا. ليش زنياتا بالضبط؟ لأن أول شيء الهث اللي حق زنياتا قليل، مرة قليل، ضربة في الرأس بالسهم راح يموت. وثاني شيء زنياتا ما عنده أي هروب، يعني مثلا متلسلم بيك تسرع وتهرب، مثلا عندك ديفا تطير في الجو، ميرسي تشوف أي واحد ثاني يطير وراه، يعني في عنده سكيب زي ما يقولون. بس زنياتا ما عنده أي هروب، فعشان كذا يكون ضعيف مرة ضد هانزو، خاصة إذا التقوا في خط واحد ولا في مجال زي ما يقولون ممر ضيق. هانزو له أفضلية 100%. وكذا شباب تكلمنا عن الشخصيات اللي تكون هانزو ضدها قوي. الحين كيف تتخلص من هانزو؟ موضوع بعد مرة سهل وبسيط. في ثلاث شخصيات يمديك تستخدمها حسيت مرة فعالة ضد هانزو. حلو حلو. الشخصية الأولى راح تكون معانا تريسر. تريسر أنا ألعب تريسر كثير. هانزو ما أواجه معه أبدا أي مشاكل إذا استخدمت تريسر، وأتوقع أغلب ناس تلعب بتريسر راح تقولي نفس الكلام، لأن تريسر مرة سريع وهانزو الإيم اللي حقه شوي صعب، مو إلا شوي إلا وايد صعب يعتبر بالنسبة للشخصيات الثانية. فعشان كذا تريسر تكون حل ممتاز وفعال حق هانزو. الشخصية الثانية اللي حسيت بعد مرة قوية ضد هانزو وينستون. ألعب وينستون كثير وهانزو بعد ما يسوي أي مشكلة، أوصل عنده حط الدرع وفقع وجهه تفقيع وأمشي بس انتهينا. والشخصية الثالثة ديفا. ليش ديفا بالتحديد؟ هانزو يمديه يتسلق على الجدران، يمديه يروح أماكن عالية، ديفا يمديها تطير للأماكن اللي تبيها وتفجر وجهه وتمشي، والهث اللي حقها عالي، سهم سهمين ثلاثة ما راح يأثر فيها أساسا ولا راح ينزل الدمج، الهث اللي حقها كثير وراح تقضي على هانزو. وكده هذه ثلاث شخصيات اللي أحس بالنسبة لي فعالة ضد هانزو بشكل كبير كبير جدا. يعني يمكن في شخصية ثانية يعني ما تكلمت عنها، هانزو يكون قوي قدامهم أو في هانزو يكون ضعيف قدامهم في نفس الوقت، بس هذه ثلاث الشخصيات الضعيفة والقوية اللي تكلمت عنها أحسها مرة قوية ضد هانزو. في شخصية واحدة أحس منافسة لهانزو وتقريبا في نفس المستوى، اللي راح تكون معانا ويدو ميكر. يمديك تستخدم هانزو ضد ويدو ميكر ويمديك تستخدم ويدو ميكر ضد هانزو. اللي راح يفرق معاك بس مستوى اللعب والتصويب على حسب اللاعبين الاثنين. يعني إذا كان اللي يستخدم ويدو ميكر أفضل من هانزو راح يفوز ويدو ميكر، إذا كان هانزو أسلوبه في اللعب أفضل من ويدو ميكر راح يفوز هانزو. هذا اللي لاحظته، يعني تقريبا متساويين في القوة، الاثنين سنايبرز، الاثنين عليهم دمج عالي بس على اسلوب اللعب فيهم. وفي بعد معلومة بالنسبة لي، اشوف هانزو السوبر اللي حقه اقوى سوبر في اللعبة، قولوا لي ليش. يضرب على مساحة كبيرة، يخترق الماب كامل، واذا دخلت في مجاله تقريبا 90% ميت الا اذا انت تانك. هذا الشيء. ويمديه توصل من اول الماب الى اخر الماب. هذا يستخدمون سوبر هانزو اغلب الناس حق ان تفك حشر، مثلا انت اللي ضدك على البيلود مو قادر تقرب منه، تعطيهم سوبر هانزو تقتلك اثنين ثلاث فريقك يضغط تهزمهم وانت تمشي برتون مرتاح. او كتستخدم كدفاع تحس انه راح يضغطون، هجموا اربع خمس مع بعض ممر ضيق ولا في مساحه كذا ممتازه، يمديه هانزو يجيبهم يقتلهم. يعني اكبر دليل الاسبوع اللي راح شفنا بلاي اوف ذا جيم، ثلاث مقاطع بهانزو تيم كيل اغلبها. يعني فهذا الشيء اللي اقول لكم اياه، سوبر هانزو مره قوي، يعتبر بالنسبه لي اقوى سوبر في اللعبه اشوفه حاليا. وتقريبا كذا شباب وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى ما قصرت معكم في هذه المعلومات، جبت لكم المعلومات الكافيه عن هانزو واتمنى تستفيدوا مني بشكل كبير. يعني فاذا كان هانزو مزهق راح تتخلص منه بكثير بشكل كبير، واذا كان باستشن توربيون مزهقينك راح تتخلص منهم بشكل كبير. هذه خلاصه الفيديو تقريبا. والسوبر اللي حقه مره جبار
وانتو اسلوب لعبك يعني، شوف الاسلوب اللي يناسبك والعب فيه. يمكن ان اسلوبي ما يناسب حق هانزو، بس في واحد ثاني يقدر يلعب فيه بهانزو افضل ويفيدنا. يعني اذا في معلومات انا ما ذكرتها عطني اياها في الكومنت تحت حق الناس تستفيد، وكل نستفيد من بعض. يعني انا اجيب معلومات وتجيب معلومات وغير يجيب معلومات، ونجمع ونتطور كلنا مع بعض. عارفين عليه كيف؟ وكذا وصلت شباب نهاية الفيديو. اعطوني رايك في الكومنت تحت شنو الشخصيات اللي تبونها. تقريبا باقي علينا 5 أو 6 شخصيات ونخلص هذه السلسلة. اعطوني رايك في الكومنت تحت شنو تبون تشوفون الفيديو الجاي، شنو الشخصيات الباقي عندنا. عندنا سيمترا، عندنا سولجر، عندنا مكري، وعندنا زاريا، وعندنا شنو بعد؟ ما اتوقع في شخصية ما ذكرتها، انا متأكد في شخصية ما تكلمت عنها. فتقريبا كذا شباب وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى ان عجبكم واستفدتم منه. فلا تنسون اللايك والسبسكرايب، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم.